ولا يهمك. كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك. خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. جواك سوبرمان احلمك بالامكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. فكرة الرسم على الجدران دي فكرة قديمة جدا، يعني من ايام الفراعنة اصلا. بس فانا حبيت استغل موهبتي في ان انا اعمل حاجة لمحمد صلاح، لان انا بحبه جدا، يعني زي اي عربي وزي اي حد في العالم بيحب محمد صلاح لموهبته الجميلة، ولان هو لاعب خلوق ومتواضع. فحبيت اظهر ده باستخدام موهبتي على الجدران. محمد صلاح طبعا لاعب عمل الامل في ناس كتيرة، وطلع الحياة في ناس كتيرة، وخلى الناس ما تحبطش دايما. انا اول ما شفتها انا اتصورت مع رسمتين فيهم ونزلتهم عندي على الفيسبوك. دي حاجه هو رمز كبير الناس بتحبه، فدي حاجه تبسط يعني. مبسوطه بالتغيير واللي عملوه، وده تحيه يعني لكاس العالم وكده. بصراحه يعني رسومات جميله جدا، يعني حاجه تحفه، وحاجه زي كده يعني بتشجع يعني ان انت ايه برضه، حتى لو مالكش في الكوره برضه بتشجع ان انت برضه ايه، لا يبقى عندك فكره، يبقى عندك استطلاع برضه انك تاخد مثلا ايه، لا انا حاجه زي كده بتفيدني فيما بعد. صراحه شكلها تحفه خالص، يا ريت تبقى شارع كده. صباح والله هو الجدارية كانت فكرة الفنان المهندس عصران عبد الفتاح، موظف معنا في جهاز مدينة طيبة، وطورها وقام بتنفيذها السيد مهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز بدعم من الهيئة. وكانت الفكرة كلها ان احنا ازاي ندعم المنتخب، بحيث ان هو الناس كلها اتجمعت على نجم محمد صلاح. الجدارية تقريبا طولها 112 متر، هي تقريبا يمكن اطول جدارية اتعملت، وارتفاعها تقريبا 3.5 زي ما هي في ظهر المدرجات. بتعبر عن فرحتنا احنا كشباب وكجماعه موجودين هنا في الصعيد بالمنتخب وبمحمد صلاح. طبعا له فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان هو يقدر يعمل حاجه لاسم مصر. ومحمد صلاح رمز بالنسبه لكل الشباب، ورمز بالنسبة للأمة الإسلامية والأمة العربية كلها. محمد صلاح ده وصلنا لكأس العالم، ويا رب نفوز كل الماتشات. أنا بحب محمد صلاح.